إلى جبل الرحمة ركن الحج الأعظم. وصل الحجيج بعد أن لبوا نداء الحج من كل فج عميق. تختلف الوجوه والجنسيات، ولكنها تتوحد في الهدف، إنه الوقوف بعرفة والدعاء والتضرع إلى الله طلبا للرحمة والمغفرة. طبعا شعور جميل بأنك تكون في أفضل بقاع. كثير من الناس ودهم يكونوا موجودين في هذا المكان، وإحنا الحمد لله قريب منا. يا رب لك الحمد، وحصلت لنا الفرصة الحمد لله وشاركنا في هذا الحج. يا رب لك الحمد. خير يوم، والله ربنا يتقبل يومنا منا ومن المسلمين جميعا، كل سماء الحمد لله. هي مشاعري لا توصف، ما إلها وصف بالدنيا كلها، ما إلها وصف. وأحمد الله وأشكر فضله اللي الله طعمني وجيت لهم، الحمد لله رب العالمين. الحج عرفة، وعرفة يفتح ذراعيه لكل واقف معظم لهذا الركن. شوارع أخليت وهيئت بكل سبل الراحة ليتسنى للحجيج الوقوف وإتمام هذا الركن دون معيقات. أما تنظيم المسارات وأمن الحجيج فأخذ على عاتق رجال الأمن الذين انتشروا في المكان لخدمة زوار بيت الله الحرام وضمان أمنهم. حنا في خدمة الحجاج الكبير والصغير، لله سبحانه وتعالى عملنا، إن شاء الله ما حننقصر مع أي واحد، أي واحد حاج، أي واحد مريض، أي واحد به شيء، على طول العسكر ذولا في خدمة الحجاج، شيله للمستشفى سواء كبير في السن أو مرة كبيرة في السن، إن شاء الله ما حننقصرين مع أي حاج في أي شيء بعون الله. قرابة المليوني حاج يأمون المكان في مشهد يجسد حجم الانسجام والاتحاد بين المسلمين في بقعة جغرافية محدودة. كما توحد اللباس تتوحد القلوب. هنا عند جبل الرحمة ترتفع الأكف متضرعة إلى الخالق بالرحمة والمغفرة، مكان بدأ يكتسي باللون الأبيض إذانا بإعلان الركن الأعظم من الحج. فراس لطفي، سكاي نيوز عربية، من أمام جبل الرحمة مكة المكرمة.